زار وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام بمحافظة شمالي سيناء، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول كيفية استقبال الجرحى الفلسطينيين ونوعية الإصابات التي لحقت بهم والجهود التي يقوم بها الفريق الطبي في علاجهم. وقام الوفد الأوروبي بتفقد مخازن المساعدات اللوجستية بالعريش، واستمع إلى شرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها وإرسالها إلى قطاع غزة، وحجم المساعدات والدول التي قدمت المساعدات وأنواعها. كما قام الوفد بزيارة المنطقة اللوجستية في مدينة رفح، والتي قامت المحافظة بإنشائها لاستيعاب شاحنات المساعدات خلال فترة انتظارها تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، بجانب تفقد ميناء رفح البري.